حضر وفد مملكة البحرين افتتاح أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بعنوان تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا وتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات. نعم، وضم وفد مملكة البحرين رفيع المستوى كل من سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بالإضافة للمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال فارس الرويعي وعدد من المسؤولين. وقد جاءت هذه المشاركة بهدف تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الدروس المستفادة والتعرف على أفضل الممارسات لتعزيز التعاون الرقمي على الصعيد العالمي عبر تطوير نماذج لشراكات جديدة.